This is an instructional video. ستتابعون الآن شريطا وثائقيا تعليميا لعلاج الكيراتين كيور البرازيلي لتقويم الشعر. تعد ماركة كيراتين كيور من الماركات العالمية الرائدة، ليس فحسب لطريقتها الثورية في إصلاح جميع أنواع الشعر وتلميعه، وإنما أيضا لتوفيرها منتوجا فريدا يسمح بغسل شعر العميلة مباشرة بعد تطبيق العلاج، وذلك على عكس أغلب الماركات المنافسة والتي تلزم مستعملات العلاج انتظار 72 ساعة دون غسيل الشعر، شده أو لفه. جاء علاج كيراتين كيور نتيجة للأبحاث المطولة والمعمقة في تكنولوجيا خلايا الشعر التي قامت بها شركة بيوتي كوزماتيكا الأمريكية في مصانعها ومخابرها بولاية ساو باولو البرازيلية. إن علاج الكيراتين كيور هو عملية لتركيز البروتين في الشعر، فالشعر الطبيعي يشتمل على 90% من مادة الكيراتين، والتي تنقص من تركيزها العوامل الطبيعية والكيميائية والوراثية. يعمل علاج الكيراتين كيور على إدخال تغيير جذري على تركيبة الشعر، فيقومه تقويما فعالا، فيسد ما طرأ فيه من تشققات ويجبر ما بدا عليه من تقصفات، وكذلك يفرد الشعر من تجاعيده وتموجاته، ويسرح تداخلاته، وينقيه مما علق به من شوائب. فترى الشعر وقد عادت إليه غضاضته وليونته وقوته الطبيعية، فيسترجع بريقه ليكون بحق تاج المرأة، فتاج المرأة هو بالفعل شعرها. يدوم مفعول علاج الكيراتين كيور فترة زمنية تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، وذلك حسب عدة عوامل أهمها الصيانة ما بعد العلاج والتعرض للعوامل الخارجية والوراثية. لكم الآن طريقة تطبيق هذا العلاج الثوري للحصول على أفضل النتائج. Step 1. يمكن تطبيق علاج الكيراتين كيور بكل نجاعة على جميع أنواع الشعر، أكان معالجا كيميائيا أو ملونا، مقصفا كان أو مجعدا، فالنتيجة ستكون بكل تأكيد عجيبة ومدهشة. يغسل الشعر جيدا باستخدام شامبو كيراتين كيور المطهر أي KC Clarifying Shampoo، وذلك لفتح مسام الشعر وقشرته الخارجية وتطهيره مما علق به من مواد كيماوية وزيوت. يحبذ ترك الشامبو لمدة 5 إلى 10 دقائق مع الشعر الذي لم يقع تعرضه مسبقا للمواد الكيماوية، وذلك الشعر العذري، وذلك للتأكد من فتح مسامه وقشرته لتلقي علاج الكيراتين كيور بكيفية فعالة. وفي هذه المرحلة يجب تجنب استخدام المكيف conditioner، ويجب الشطف بعناية، كما يجب تجفيف الشعر تماما بالمنشفة، كما يجب تقسيم الشعر إلى 4 أجزاء متساوية. الخطوة الثانية، يجفف الشعر بالمجفف الآلي سيشوار بلو دراير تجفيفا تاما. يقع إعداد وقيتين 2 أونسز أو 60 مللترا من مستحضر كيراتين كيور ماكس للشعر المتوسط الطول. يقسم الشعر إلى 4 أجزاء ويبدأ في تطبيق علاج الكيراتين كيور باستخدام فرشاة تلوين الشعر، ومثل تطبيق الألوان على الشعر فإنه يبتعد قدر 1 سنتيمتر من الجذع مع تجنب ملامسة الجلد والعينين. يتم تطبيق العلاج بداية من قسمي الخلف إلى قسمي الأمام. في النهاية يمشط الشعر بمشط متقارب الأسنان لتعديل توزيع العلاج على كامل الشعر. الخطوة الرابعة، يجفف الشعر تماما بالمجفف الكهربائي سيشوار بلو دراير لتبخير الكيراتين من الشعر. يقع الانتقال من القسمين الخلفيين إلى القسمين الأماميين. الخطوة الخامسة، ويقسم الشعر إلى 4 أقسام، إحضار مكواة شعر مسطحة وتسخينها إلى درجة 450 فهرنهايت أو 230 درجة سلسيوس للتأكد من حبس الكيراتين تماما في الشعر بإغلاق المسام والقشرة. تمرر المكواة الحامية 7 مرات على كل خصلة حتى يختفي البخار المتصاعد ويصل الشعر إلى التألق المرجو. يمكن لمصممة الشعر أن تستعمل تقنيتها الخاصة لتحقيق التصميم المطلوب. الخطوة السادسة، يمكن غسل الشعر في أي وقت بداية من الآن. كما تمت الإشارة سابقا، لا حاجة للانتظار مدة 3 أيام للغسل، وهذه ميزة مضافة للكيراتين كيور على غيره من الماركات المنافسة. فقد تأكدي من إرشاد العميلة بوجوب استعمال مجموعة صيانة ما بعد العلاج والخالية من الصوديوم كلورايد، لأن الصوديوم كلورايد
أو الملح يزيل العلاج من الشعر. تأكدي من استعمال KC conditioner و KC after treatment shampoo. Before the keratin cure, my hair was frizzy, it was dry, it was hard to manage. After using the product, my hair was easier to manage. It's now smooth, it's shiny, I could run my fingers through my hair. There was no foul odor. It was very natural. I really enjoy the whole process.